من جريدة أصوات نرحب بكم مشاهدينا الكرام وإليكم أبرز ما جاء فيها. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ضبط أكثر من 22 ألف شخص بخرق إجراءات الطوارئ الصحية. الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئة الوطنية للصيادلة تطلق خدمة طبية استشارية عن بعد. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمال الإصابات إلى 48,400 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 700 حالة مقابل 122 حالة شفاء بعد تسجيل 13 حالة. وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم عن حصيلة جديدة لأعداد من تم توقيفهم بسبب خرق حالة الطوارئ، حيث تم ضبط 22,042 و500 شخص متلبسا بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ الصحية التي حددتها السلطات العمومية منذ فرض حالة الطوارئ. وأمام صعوبة تنقل المواطنات والمواطنين إلى عيادات الأطباء، أطلقت كل من الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئة الوطنية للصيادلة خدمة طبية استشارية عن بعد في ظل الحجر الصحي. وجاء في بلاغ لهما أن هذه المبادرة تؤكد على المشاركة وانخراط القطاع الطبي الصيدلي في التصدي لوباء كورونا المستجد. أكد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي حفيظ العلمي أن الإنتاج الوطني من الأقنعة الواقية كاف لتغطية احتياجات المواطنين، مؤكدا أن مواصفاتها توافق المعايير المنصوحة بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال أنها تفوق تلك المعتمدة في بلدان غربية. وبإسبانيا، صادق مجلس النواب الإسباني يوم أمس الخميس على تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوما أخرى حتى 26 من أبريل، وذلك من أجل دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتفشي وباء كورونا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.